ناصر الدين دينيه رسام فرنسي اختار العيش بصحراء الجزائر، تاركاً حياة البرجوازيين وكل ما توفره بيئته الفرنسية من رخاء ورفاهية تروي ذوق الفنان. كانت باريس في القرن التاسع عشر متحفاً مفتوحاً يتوافد إليها الرسامون والموسيقيون والمسرحيون من كل أنحاء العالم لتصبح عاصمة للفن العالمي. بينما وفي تلك الأجواء الفنية ولد ألفونس إتيان دينيه عام 1861 داخل قصر على ضفاف نهر السين خلال عهد الإمبراطور نابليون الثالث. لم يرث دينيه عن والديه مهنة المحاماة، لكنه مارس أخلاقياتها من خلال مضامين أعماله في الفن التشكيلي. والدته كانت شديدة الولع بالرسم والموسيقى والشعر والمسرح الإيطالي، مما ربى للطفل ولعا بالفن وحساً فنيا نادرا منذ الصغر. زار إتيان الجزائر عدة مرات وعاد منها بلوحات عدة كانت قد توجت بجوائز من صالون الفنون لقصر الصناعة الفرنسي. ثمة قصة عشق بين هذا الفنان ومدينة بوسعادة التي ظل يجوب أزقتها رفقة صديقه المقرب سليمان بن إبراهيم بعمر، حاملاً معه فرشاته ناقلاً الواقع الإنثوغرافي والطبيعي للحياة، إضافة إلى تأليفه روايات وقصصا شعبية. اعتنق دينيه الإسلام وحمل اسم نصر الدين وأوصى بأن يدفن وفق التعاليم الإسلامية بعد مماته في مقابر المسلمين بمدينة بوسعادة، ولفظ آخر أنفاسه بباريس 24 ديسمبر كانون الأول عام 1929 ليترك إرثاً فنياً مهماً من اللوحات التي تعكس تأثره بالجزائر.